طيب عايز اكلمك على دلوقتي ويعني في ازمه كده اخيره جنش واحمد الشناوي، ولسه كنا بنتكلم في الفاصل انا وانت قبل ما لا هو جنش عامه بيكلمنا على طول يعني جنش هو محترم اه انا حبيبي جنش حبيبي جدا. طب خد الـ يعني انا بص اقول لك حاجه، هو زعل اللي زعل جنش ان هو توعد ان هو ماتشين وماتشين ليه؟ يقول لك حتى لما يقول لك انا لما كان حصلت مشكله مع الشناوي والشناوي تعبان ما قلت لكش ان انا تعبان، لعبت واديت بشكل كويس، والجمهور نفسه قال لك ان جنش لازم ياخد الفتره. فلما جاء الجهاز الفني قال لك ان الشناوي يلعب عشان المنتخب، ده اكيد الشناوي حارس مرمى متميز وممتاز جدا. فاللي زعل جنش هو طبعا تصرف جنش غير مقبول، انا قلت له الكلام ده يعني. قلت له ما ينفعش انك انت تسيب المعسكر، ما ينفعش انك، بس رغم ان تقريبا الشناوي برده عمل نفس القصه حصلت معايا معينه انا فاكر لما انا كنت موجود في الفرقه هو ساب المعسكر برده ومشي عشان احمد الشناوي طب ما نحكي القصه دي. انا فاكرها كان ماتش بتروجيت، ماتش فييرا كان دوري المجموعتين، كان وعدين شناوي انه هيلعب. حتى انا قلت للراجل قلت له طالما انك وعدته، وكان الكابتن ايمن طاهر موجود، لو وعدته لازم يلعب. اتصلت انا بالشناوي قلت له يا شناوي انا ماليش دعوه بالموضوع، هو الراجل اللي عايز القصه دي. هو ساب المعسكر ومشي. فتصرف جنش هو نفس التصرف، بس جنش تقريبا مشي قبلها بيوم، ما مشيش في يوم الماتش. مشي قبلها بيوم المعسكر، عشان بس في ناس بتقول لك ان هو مشي قبل يوم الماتش. لا جنش ما مشيش يوم الماتش، جنش مشي قبلها بيوم، قال لهم انتوا وعدتوني وده تصرف خاطئ. يعني انا حتى لما اتكلمت معاه قلت له اتمنى انك انت تحل المشكله، وان شاء الله تقريبا يوم الاحد ان شاء الله يعني هيحاول يتواصل مع الناس، لان في حد بكره لان في معلومات واصله للاستاذ مرتضى مش مظبوطه. على ايه؟ على جنش. ايه يعني؟ هو يعني اكيد هو هيتكلم فيها يعني في حاجات كتير واصله ان جنش عيل كويس يعني. انا شايفه محترم وحابب الزمالك يعني، ولما بيلعب ما شاء الله. لا ما شاء الله لما بيلعب. طب انت لو مدرب تحل القصه دي ازاي؟ عندك جنش وعندك الشناوي، الشناوي جات له فتره دروب. بص انا هقول لك حاجه، هو اللي حصل الفتره الاخيره الكلام اللي اتقال انت تلعب ماتشين او انت تلعب، لان حصلت معانا ومنصف بيحصل بعد فتره في واحد بيفرق عن الثاني لازم كمستوى وفي ماتشات معينه. انا مثلا كان حظي وحش مع منصف، كانوا يسيبونا انا الماتشات اللي بره يعني في افريقيا كانوا يلعبونا الماتشات اللي بره ولعبوا منصف الماتشات اللي جوه يلعبون الماتشات اللي هي فيها مثلا ضغط جماهيري او فيها جماهير ولعب ماتشات. فقلت لهم انتوا كده بتظلموني يعني، حتى في يعني كان في بيحصل احيانا كده. فهو الماتشين وماتشين كانت ماشيه. انا شايف ان هو كابتن اتعرض عليك قبل كده موضوع الدور وكنت رافضه ولا كنت لعبنا بيه؟ بس بيجي فتره واحد بيعلى على التاني. لازم واحد يعلى على التاني لازم، واللي يعلى ده لازم يلعب، اللي يعلى بقى خلاص بيكمل. هو ده يعني انا كان من وجهه نظري هو ده اللي كان. طب يعني جنش علي الفتره اللي فاتت كان لازم يكمل؟ لما انا اقول لك هو لما الشناوي لما رجع كان كويس وجنش كان كويس، انت بتعمل ايه؟ بتدي له ماتشين وده ماتشين زي ما اللي هو كان بيقوله يعني، كان بيتقال والكابتن مؤمن تقريبا طلع قال لك انا وعدت جنش انه هيلعب ماتشين وماتشين لان هو ده حقه. يعني انا من وجهه نظري ان هو حقه ان هو يلعب، لان هو يعني والشناوي حقه ان هو يلعب. فتحلها ازاي؟ انت لعبت ده ولعبت ده وتسيب الماتشات هي اللي بتقرر يعني. حتى اللعيب لما يجي يقعد بعد كده كريم وهو لعب وخد حقه، لو هو بقى اللي اخطا ومستواه هو اللي هيبقى، يبقى انت اللي قصرت. لكن انا من وجهه نظري ان جنش حاسس ان هو لا انا مظلوم. هو ده اللي يمكن، واعتقد ان لازم الناس في نادي الزمالك يبقى يعني معلش يسامحوه شويه يعني مش يرادوه. ما ينفعش في المراديف الكوره، هو التصرف اخطا اكيد يتعاقب يعني، يتعاقب ماليا، بس ما يبقاش العقاب ان انت بتشوه صورته وبتخلص عليه. لا ما ينفعش. ان هو جون ممتاز هيفيد نادي الزمالك جدا طبعا. في اي وقت الشناوي لا قدر الله في اخطاء في اصابه بتلاقي جنش موجود، ده ميزه. خلي بالك لما يبقى عندك اثنين حراس مرمى قويين واقوياء وبيادوا بشكل، لا ده ميزه. انا فاكر انت لما اتعورت في كان في 2011 او 2012 في بطوله افريقيا والزمالك كان راح يلعب المغرب الفاسي، المغرب جنش كان كانش فيه غير جنش وكان الزمالك بيدرب أحمد جعفر احمد حسن واحمد جعفر على عشان واحد كان متعور لا انا خدت انذار ثالث او خدت انذار ثالث كنت موقوف ومفيش غير جنش مسافرين وعمل ماتش كان اول ماتش في حياه جنش بره مصر وعمل ماتش مع الزمالك. اول ماتش كان اول ماتش ليه في الزمالك اساسا فاكر صح. لا هو بص هقول لك حاجه، هي عند جنش ميزه عنده ثبات انفعالي ترميه في اي حد، ده ميزه في الجون يعني معلش في اللفظ بارد يعني في لغه الكوره يقول لك ده بارد يعني عنده ثبات انفعالي مهما كانت الدنيا بتلخبط في بعض. لا مش مشكله ده ميزه يعني انا شايف ان هي ميزه جدا في الجون، وهو الجون مميز واتمنى طبعا لازم تتحل لازم يعني مشان مرتضى اكيد يعني الموضوع ده لازم هيحله ان هو مش هيسيب الموضوع كده، هو ما بيسيبش الموضوع، هو بيسيب الدنيا تاخد فتره بس وقتها وبعد كده بيجيب ناس تعالى. انا اتمنى ان هو يقعد مع جنش يعني انا بقول يا استاذ مشتار اقعد مع جنش اسمعه
اعتقد لو سمع جنش هيعذره. طيب خلينا نخرج.